on the right side. She's coming towards me. She's coming, she's crying. Take back. Khalil Saleh. The weather is not helping really, but at the same time we're doing all what is needed in order to understand what happened. The investigation is already ongoing, and it is very soon to make any prediction. المعلومات الأولية بعد اتصالات أجريناها بطبيعة الحال بكل الجهات المعنية القادرة على المساعدة سواء في الداخل بحرية الجيش اللبناني، طوافات الجيش اللبناني، قوات اليونيفيل الموجودة في البحر، وطلبنا مساعدات من دول صديقة لم تصل بعد حتى الآن. تم تحديد الموقع غربي بلدة النعمة بحدود عمق 3.5 كيلومتر البحر. الساعة 2:30 و5 تقريبا شفنا نار قوية تقريبا قد الخيمة، عرفت شو؟ طلعنا هيك شفنا النار نزلت وين؟ على البحر، يعني ما بين البنايتين هذول، ما بين مسبح الجسر والشاليات، نزلت بقلب البحر على بعد ما بعرف شي كيلو متر تقريبا.